طبعا مباراة القمة باش تجمع الإفريقي والترجي بداية من الخامسة والنصف، وأن الإفريقي ولا جمعية النسائية بيتبول بازوز راه مازالوا يلعبوا على الكأس وعلى البطولة، لأنهم زوز في رقة هذوما مترشحين للسوبر بلاي اوف. وممتازة التصويبة من البعيد وأول هدف إذا عن طريق سعيد رجب. هاكم قاعدين تشاهدوا مباراة منذ الذكور سيطروا على اللحظات الحاسمة في البطولة، وكذلك بالنسبة للفتيات الحكم القرقوري يدفع يده تنبيها على اللعب السلبي، قد تكون آخر تصويبة. وفعلا إذا آخر تصويبة ويتمكن من تسجيل الهدف سعيد رجب نفس اللاعبة اللي سجلت الهدف الأول، إذا تقتنص الهدف الثاني اتغالت به الحارسة كرة اليد. خاصة نلعبوا في 11 دقيقة مازلنا في الشوط الأول، لكن الامتياز الحقيقة لكل اللاعبين شفنا من مختلف المراكز، شفنا عديد العمليات الدفع والحكم في كل مرة. هذه تبولبا فتيحة حايمر الجزائرية من سيسي سودا سيسي في محاولة، شوفوا خطورة الإرجاع الرجوع في النتيجة وخاصة في الفتيات عكس الذكور، يعني في الفتيات ممتاز التصويب من البعيد. برافو الحقيقة للاعبة سعيدة رجبها وأمامنا شوفوا فوق الدفاع، بالرغم اللي الحارسة مشيت لنفس الجهة هاو أمام. تبعش المباراة منذ البداية نجدوا لكم التحية، طبعا ذكروا لكم بأن بصدد نقل مباراة الدور النهائي لكبريات كرة اليد ممتازة، ممتازة التوغل، ممتازة التمريرة، ممتاز الديكالاج، وإن شاء الله تقوم لباس سعيدة رجب. يبدو فما إصابة على مستوى الكتف، على كل قلت إن شاء الله تقوم لباس هذه اللعبة. هي فما 7 أمتار لكن شاهدوا فما فما دفع للكتف، إن شاء الله تكون لباس الحقيقة باش يلقى الفرصة باش يبتعد في النتيجة. الرزقي مازالت محاولة أمامها المدافعة وتكمل الكرة مرة أخرى من سعيد رجب رغم المحاصرة، رغم ممتازة سعيد رجب الحقيقة، شوفوا نسبة النجاح 70% على 5 تصويبات. رجاء وسامية الشنوفي، هاجر العياري، ليلى الزرا، يعني عديد، سونيا الغريبي نوجه لها التحية والكل التحية إذا كان يسمعوا فيا. وهدف جميل وجميل جدا لسعيد رجب اللاعبة رقم 9، وإن شاء الله طبعا بعد سنوات نسميه لاعبات من هذا الفريق. مراكز سيسي في محاولة تربح 9 أمتار، ممتاز التصدي، ممتاز لإشراف بن عبد الله، ومرة أخرى المرمى شاغر ولاعبات الإفريقي بعد مع 3 ترجع النتيجة إلى 17-17 للتعادل. قلت سلاح ذو حدين إخراج الحارسة باش تلعب هجوم كامل، لكن لازم تقرا حساب العودة للدفاع. متقدمة 3-2، أكيد فما شكون قاعد يتفرج في المباراة ويتفرج في أيقونة التنس العربي والإفريقي أنس جابر اللي البارح فازت بزوز مجموعات. العادة عملية التقاطعات، مقطوعة الكرة تكمل على سعيدة رجب وتنجح في ترفيع الفارق مع 1 الإفريقي، 78% نسبة النجاح على 9 فرص، تمكنت من تسجيل 7 أهداف أمامنا سعيد رجب. المباراة سودا سيسي تبحث عن المساندة، ليلى مساعد مازالت عندها الكرة، دفع لي سيسي وكالعادة في كل مرة محاولة للتعديل. المباراة يعني الملعب تدخل كلعبة احتياطية، يعني لعبة احتياطية يعني لعبة ماهيش
السخونة نحن نقوله ما هيش متحضرة، معناه ما قامتش بالحمايات اللازمة، كانت على البنك. وهدف جميل وجميل جدا الشيخ أحمد فاطمة البوري. رجي أبو رحاب الجوادي ممتازة سعيدة رجب، يعني من جانب الإفريقي أكثر نسبة من أهداف سجلتها سعيدة رجب، والخطورة الكل جت من هذه اللعبة. سلام و 11 ثانية منذ بداية الفترة أو الخمسة دقائق الثانية من الفترة الأولى، وأول هدف إذن سعيدة رجب نفس اللاعبة اللي سجلت الهدف 25 سجل هدف رقم 26 في خمسة دقائق. زوز فرق سجلوا هدف فقط، كانوا 24 25 25. تبعوا معنا الدفاع فاهم الكرات الصعبة الحقيقة وتحسنها سيسي لعبة ممتاز ممتاز الدخول لسعيدة رجب اللعبة الدولية طبعا ما بين شوفوا التوغل والدخول في الانترفال ممتازة الحقيقة. حد لصاحب هذا اللقب إما الكأس قلت الثالثة لسعيدة رجب تقطع الكرة، أنك الحكم يقول فما دفع وطرج للجنزري لعبة الدائرة تلعب برشا على البيفو فتيحة حايمة مقطوعة الكرة انتظار صاحب الكأس إما الترجي أو الإفريقي، وكذلك تتويج السيدات اللي قاعد باش يتم بعد لحظات. أو أمامي أو معانا إسلام زميلتي بن صالح تتدخل في كل وقت رمز الكأس لفريق النادي الإفريقي. كبريات ألف مبروك مرة أخرى طبعاً للنادي الإفريقي كبريات. في انتظار إن شاء الله بعد ساعتين ساعتين ونص من توا نتعرفوا على الفائز بكأس تونس أكابر. قائدة النادي الإفريقي والحارسة فادية العبراني هي اللي تتولى تسلم رمز الكأس من عند السيد يوسف القرطبي الرئيس الجامعة طبعا قبل الانتخابات المرتقبة لجامعة كرة اليد. نكمل معاك هيكل تقريبا في دقيقة قبل ما نمشيو الأخبار ونرجعوا. شنو الفرق ما بين الفينال هذا والفينال نتاع البطولة اللي شاهدناه ما بين النادي الإفريقي والترجي التونسي واللي حسموا النادي الإفريقي في الثواني الأخيرة؟ أول حاجة فينال الكوب مش كيف مش كيما فينال الشامبيونات. فينال الشامبيونات تلعب معناتها